مساء الخير. جلسة نهاية الأسبوع النهاردة الخميس، وكان الحقيقة بداية الأسبوع ما كانتش يعني بداية جيدة في سوق المال أو في المقصورة بعد الخسائر الكبيرة اللي تكبدتها المؤشرات في بداية جلسات الأسبوع، كانت 11.3 مليار جنيه. بنتكلم عن مجموعة من الأسباب الجيوسياسية الداخلية والخارجية بتأثر على السوق في هذا التوقيت. بنتكلم عن مشكلة سيولة، بنتكلم عن مجموعة من المحفزات والأخبار الإيجابية أكتر من أنه الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح. ورغم المشاركة الإيجابية لمصر ووزراء المجموعة الاقتصادية في اجتماعات الربيع اللي عقدت في واشنطن يعني خلال الأسبوع الماضي، ولكن لسه السوق بيستنى أو بينتظر أخبار إيجابية أو محفزة. خلينا نروح بشكل سريع للمؤشرات النهاردة اللي هبطت بشكل جماعي، وكان في هبوط بشكل جماعي للمؤشرات. والمؤشر الرئيسي المؤشر الثلاثيني هبط بنسبة وصلت 1.15% وسجل عند الأغلاق 12525.69 نقطة. مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا انخفض أيضا بنسبة 0.13%، أنهى التعاملات عند 1351.78 نقطة. التراجعات امتدت لمؤشر إي جي إكس 20 محدد الأوزان النسبية بنسبة وصلت 1.41% وسجل عند الأغلاق 11722.11 نقطة. لكن كان على العكس في ارتفاع لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة المؤشر السبعيني بنسبة وصلت يعني كانت نسبة طفيفة 0.7% وسجل عند الأغلاق 587 نقطة. تحول لقائمة القطاعات النشطة في سوق اليوم، وكان قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والأنشط وتصدر القائمة بنسبة 18.23%، تلا قطاع العقارات بنسبة 17.73%، ثم قطاع الأغذية ومشروبات 12.2%، بينما حل رابعا قطاع الاتصالات بنسبة 11.95%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، اتجه المستثمرون المصريون اليوم نحو البيع، وكان مستحوذين على النسبة الأكبر اللي بلغت 77.77%، بينما اتجه العرب نحو البيع أيضا وحصلوا على 5.28%. كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على 16.95%. ده كان في الوقت اللي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو البيع مستحوذين على 48.94%، في حين مالت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على 51.5%. عن الأسهم الأكثر ارتفاعا تصدرها سهم غاز مصر بنسبة 8.8%، تلا سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 7.87%، ثم سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.61%، حل رابعا سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 7.13%. الأسهم الأكثر انخفاضا تصدرها سهم حق الاكتتاب لشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة بنسبة 33.33%، ثم سهم الأسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 6.91%، تلاه سهم مستشفى النزهة الدولية بنسبة 5.95%، رابعا كان سهم النساجون الشرقيون بنسبة 5.65%. وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.4 مليار جنيه ليغلق عند التعامل ب 655 مليون جنيه وسط تداولات إجمالية بلغت نحو 820 مليون جنيه. نروح لتقرير من المقصورة نتعرف منه على تفاصيل أكتر لتحركات المؤشرات واتجاهات المستثمرين. نبدأ بعده بالتحليل والتعقيب مع الأستاذ سامح عزب أو سامح العزب خبير أسواق المال. أستاذ سامح بنرحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا فيك. اسمح لنا نتابع التقرير ونبدأ حالا بالتحليل مع حضرتك. بعد عمليات بيع من المستثمرين المصريين والعرب، هبطت غالبية مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع مع استمرار غياب الأنباء الإيجابية الجديدة واتجاه شرائح من المستثمرين لجني الأرباح.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 متراجعا بنسبة 1.15%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%، في حين أغلق مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة على ارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.07%. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.4 مليار جنيه ليغلق عند 655 مليون جنيه، وليصل إجمالي خسائر السوق الأسبوعية إلى 8.3 مليار جنيه. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافي 98 مليون جنيه، كما اتجه العرب نحو البيع أيضا بصافي 14 مليون جنيه، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي 112 مليون جنيه. وبلغ حجم التداولات نحو 198 مليون سهم بقيمة 820 مليون جنيه عبر تنفيذ 62 ألف صفقة. مرحبا حضراتكم، بعد ما تابعنا التقرير خلينا نبدا حالا بتحليل التعقيب مع الاستاذ سامح العزب خبير اسواق مال. مره ثانيه يا استاذ سامح بنرحب بحضرتك معنا. اهلا وسهلا. يمكن في البدايه قلت انه مجموعه من العوامل الجيوسياسيه بتاثر على السوق واتجاهات المستثمرين في الوقت الحالي، مش بس الاتجاهات او العوامل الداخليه، منها انتظرنا لسه لقانون الاستثمار او قانون سوق المال او يعني الموضوع ضريبه الدمغه اللي لسه طبعا الكلام عليه وهي يعني ما زالت الكره في ملعب مجلس النواب، ولكن العوامل الخارجيه وتصدير التضخم من الولايات المتحده الامريكيه او اسعار البترول اللي بتتحكم فيها او رفع سعر الفايده او السيوله اللي ايضا بتاثر على الاسواق العربيه والخليجيه في هذا التوقيت معانا، فاي من هذه العوامل حضرتك شايفها هي المؤثره على السوق؟ اهلا بحضرتك. بصي، كل اللي حضرتك قلتيه ده كلها عوامل بتأثر بتتكامل مع بعضها أدت للمنظر اللي احنا شفناه في السوق الأسبوع ده. احنا شايفين سوق بيتحرك اتجاه عرضي ويغلب عليه اتجاه الهبوط، سواء في كيس 30 أو في كيس 70. طبعا احنا ابتدينا السوق متأثرين بأخبار عن قرب ارتفاع سعر الفايدة، وده طبعا خبر هز السوق جامد بالنسبة لنا، لأن احنا أساسا سعر الفايدة على الجنيه المصري مرتفع جدا في الوقت الحالي، و يعني هو يعني في حد ذاته غير مشجع للاستثمار هذا السعر، وكنا متوقعين قرب صدور قانون الاستثمار لبعض الاجراءات السياسيه او الاصلاحيه في المنظومه الاقتصاديه، منها خفض سعر الفائده علشان نشجع يبقى عندنا حوافز للاستثمار. ولكن احنا فوجئنا يوم الاحد طبعا بخبر ان في اخبار عن رفع سعر الفائده. طبعا السوق اتهز منها جامد. السوق الاسبوع اللي قبله تاثر ببعض الاحداث السياسيه والاحداث الارهابيه اللي حصلت اثناء اعياد الاخوان المسيحيين، اتاثر بيها. استوعبها السوق يعني طبعا احنا يعني للاسف اعتدنا على مثل هذه الاحداث، وانا بقولها للاسف في العالم كله. طبعا احداث لندن وفي سيناء غالبه فعلا في العالم، الارهاب ما بقاش خاص بمصر، ما بقاش خاص بمنطقه الشرق الاوسط، بقى بيضرب العالم كله، النهارده في انجلترا، بكره في باريس، بعديه في بلجيكا، بعديه في القاهره، بعديه بيضرب عواصم اخرى. فطبعا بقى في اعتياد ولكن اكيد السوق بيتاثر من هذا من هذه الاحداث يعني، وان كان تاثير طفيف الحمد لله احنا قدرنا نتجاوزه. دخلنا بعد كده عندنا طبعا موضوع رفع سعر الفايده. احنا في الفتره الحاليه محفزات السوق اللي هي بتؤدي الى قفزات او طفرات في اسعار الاسهم انتهت تقريبا. مفيش محفزات. عندنا قطاعات كتير قوي تاثرت بسعر الصرف، وتأثرت أرباحها أرباح سنة 2016 بما حدث بأسعار الصرف. شفنا شركات كتير وشركات مدرجة في البورصة، قطاع السياحة، قطاع الأغذية، قطاع الأسمنت، الاتصالات، كل ده تأثر تأثر شديد جدا بتغيير سعر الصرف وحققوا خسائر عن السنة اللي فاتت طبعا كانت خارج التوقعات. ده طبعا اثر على، لان احنا شهر 3 او شهر 4 هو شهر الكوبونز او شهر العائد اللي المستثمرين بيبتدوا يستلموا عشان يعملوا بروفيت تيكن او يعملوا الارباح الدوريه على الاسهم. يمكن علشان كده البعض يعني ارجع لسبب ربما للتراجع ده انه بروفيت تيكن زي ما حضرتك بتقول، او انه مجرد جني ارباح، فهل حضرتك مع الراي ده بما اننا في يعني في نهايه شهر 4 وقبل الاجازه ايضا لعيد العمال القادمه؟ والله برضو بصي طبعا ورائي طبعا نوجيه كل حاجه، ان طبعا يعني كان الناس
متوقع يعني نسب ارباح عاليه. طبعا لما حصلش الكلام ده ممكن الناس عملت اكزيت سيلر مؤقت لغايه ما ان شاء الله متوقعين في النص الثاني من السنه ان احنا نشوف بعض الطروحات الحكوميه. كانت الحكومه اعلنت عليها سلفا زي البنك المصرفي المتحد، زي بنك القاهره، زي بعض شركات البترول تقريبا انوك او سيدي كرير، هيبقى في ترانشز منها كده تنزل شريحه اخرى. فاعتقد دي هتبقى محافظات قويه في النص الثاني من العام 2017. هذه المحافظات ان شاء الله يعني ات ويل بوش ذا ماركت، يعني هتدي له دفعه في الوقت اللي جاي. احنا عموما بقى لنا فتره بنتكلم فعلا عن الطروحات للقطاع، شركات القطاع العام وخاصه شركات يعني البنوك وقطاع البترول. لسه مش عارفين احنا يعني الحقيقه ما فيش جدول زمني لسه لطرحها. تم الاعلان عن طرح نسبه 20% من بنك مصر، بنك القاهرة عفوا، ولكن لسه الحقيقة. طب خلينا نروح لمشكلة السيولة اللي مش بس بيعاني منها سوق المال المصري ولكن في المنطقة وفي بورصات الخليج أيضا. حضرتك بتشوف مشكلة السيولة اللي موجودة دلوقتي إزاي؟ والله مشكلة السيولة برضه من عكس من موقف سياسي، يعني احنا مثلا عندنا في مصر هنا مشكلة السيولة، سحب السيولة عن طريق سعر الفائدة العالي. سعر الفائدة برضه النهاردة بالنسبة للأفراد وصل لغاية 20%. فده ريسك فري معلوش أي مخاطر. فده طبعا سحب سيولة جزء كبير جدا من سيولة الكابيتال ماركت عندنا. وكذلك في أسواق الخليج الأمور المضطربة في المنطقه عموما، في منطقه الشرق الاوسط وسوريا وايران والى اخره، هذه المشاكل بتؤدي الى استثمار في الفيكسد انكم، فدي سحب عندنا جزء كبير جدا من السيوله موجوده في الايه، في ادوات الدين الثابته او ادوات الدين المضمون. تمام. الطروحات دي حضرتك بقى هي اللي هتتغلب على هذا الوضع. الطروحات ان شاء الله هي اللي هتجيب مزيد من السيوله الى اسواق المال، وهترجع السيوله تتدفق مره اخرى، وهنشوف حجم التداول. وهو البنش مارك عندنا حضرتك حجم التداول. احنا اشتغلنا من شهر نوفمبر اللي فات من شهر نوفمبر لغاية نهاية مارس بمتعب معدل سيولة عالي، وحجم التداول كان تجاوز المليار جنيه، وده كان حجم كافي جدا ان هو يؤدي للنشاط معقول في السوق. احنا النهاردة المتوسط اليوم ابتدى ينزل بقى 700 مليون و600 مليون و500 مليون. فكل ده طبعا في غياب المحفزات، واخد بال حضرتك، ده بيخلي السيوله واحده واحده تطلع من السوق وتخش في الفيكسد انكم او ادوات الدين السائل المضمونه. طب خلينا نروح لقرار او الاعلان من رئيس هيئه الرقابه الماليه بقرار بشان تحدث اجراءات تعزيز حمايه حسابات المتعاملين مع شركات الاوراق الماليه. وبيتناول الاجراءات الواجب مراعاتها عند فتح حساب والتوكيل والتعامل وصرف الارباح والتعامل على الحسابات الراكده وحسابات القصرة. فائدة هذه الإجراءات من وجهة نظرك في هذا التوقيت؟ والله بصي، هو دايما يعني هيئة سوق المال بنعهد منها انها بتدينا مزيد من الإجراءات لحماية المستثمر وتنظيم العلاقة ما بين المستثمر وشركات السمسرة. احنا عندنا معضلة في السوق اسمها الدورمنت اكونتس او الحسابات الراكدة، موجودة في كل شركة من شركات السمسرة ومن مخلفات الاكتتابات. تمام. ده القرار غطى جزء. القرار غطى جزء اخر وهو تعاملات من خلال التفويضات والتوكيلات. تمام. القرار قال لك لا، نحدث بقى موضوع التوكيلات، ما ينفعش ان احنا نتعامل الا من خلال توكيل 5 سنين او اقل، ونظم تعاملات القصر ونظم المخاطر المترتبه على تعامل التوكيل. قال لك لا، تعاملات التوكيلات او التفويضات تتم من خلال التعاملات النقديه، ولكن تعاملات الاجل وتعاملات الشراء الهامشي دي لابد ان تتم من الاصيل نفسه وليس من الوكيل. لترتيب بعض المخاطر عليها، ما ينفعش ان انا اعمل تصرف ينصرف السايد افكتس بتاعته لحضرتك. لا، انا لازم اتحمل. ده نوع من انواع يعني او اليه من الاليات لضبط السوق. اكيد طبعا، اكيد اكيد اكيد، وده بيدي مزيد من الشفافيه للسوق وبيمنع، يعني انت عارف حضرتك كل ما كان في يعني تعاملات بتفويضات وتوكيلات والمستفيد الاصلي مش ظاهر، فدي اجراءات بتمنع الى مزيد من غسل الاموال. وده مصر يعني متقدمه جدا في هذا المجال، والقانون بتاعنا قانون يشهد للعالم بمدى احترافيه قانون مكافحه غسل الاموال في مصر يعني. طيب، وبما اننا بنتكلم عن اليات دايما جديده لضبط السوق، وده اللي اكيد احنا محتاجينه في هذا التوقيت حتى ولو كان في خسائر في السوق. مجلس الوزراء وافق على مشروع بتعديل بعض احكام قانون سوق راس المال في اطار العمل على
تطوير التشريعات والقوانين والقواعد المنظمة والرقابية في قانون مجلس أو سوق رأس المال في مصر بشكل بيتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وبيساهم في إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية. أهمية التعديلات دي من وجهة نظر حضرتك، ورغم أن البعض كان بيرى يعني كان في تقريبا مجموعة من المستثمرين أو رأي بيرى أنه يعني السوق ليس في حاجة في هذا التوقيت لقانون سوق المال أو طرحه في الوقت الحالي؟ لا طبعا احنا في حاجة وبننادي بيها من بدري جدا. أنا وزمايلنا اللي ابتدينا سوق المال سنة 92 أو 93، القانون نزل 92 واللائحة التنفيذية نزل 93، كان في آليات بتحكم سوق المال ما عادتش موجودة دلوقتي اكسبايرد. وفي نفس الوقت برضو نرجع لموضوع غسل الأموال، في آليات لا تتفق مع قوانين غسل الأموال زي أسهم الحمل مثلا. ما فيش قانون في دولة بتكافح غسل الأموال عندها حاجة اسمها سهم الحمل، لا لازم نعرف مين المستفيد ومين اللي صاحب السهم والى اخره. لازم لنا تنظيم لبورصه الاوراق. طب نقف هنا بس استاذ سامح، يعني ما فيش ده مش مطبق في اي سوق مال اخر سهم ولا حامله؟ ما فيش سهم الحامله طبعا الا في الدول اللي ما بتحترمش قواعد غسل الاموال. تمام، لان ابسط قاعده غسل الاموال ان انا اعرف الفلوس دي مين صاحبها. طب دي ابسط حاجه، دي ابسط حاجه. فالنهارده سهم الحامله، سهم الحامله يعني انا ما اعرفش مين صاحبه. طب فطبعا دي من الحاجات، هي طبعا انتهت، يعني بصي هي في القانون الحالي تعتبر انتهت بدخول جميع الاسهم المتداوله او النشطه الى الحفظ المركزي. تمام، لان وانس ان السهم اتنقلت ملكيته من خلال الحفظ المركزي، من خلال حسابك في الحفظ المركزي، فبيتعرف ضمن السهم ده بتاع مين. ولكن هنصا في القانون طبقا للشكل القديم بتاع الاسهم للصكوك، ده طبعا كان بيبقى فيه صعوبة لمعرفة المستفيد الأصلي من هذا الوقت. عايزين تنظيم لبورصة العقود الأجلة، عايزين إنشاء اتحاد شركات أوراق مالية، عايزين تنظيم إصدار السكوك، لأن طبعا القانون الجديد هيلغي قانون السكوك اللي تم إقراره سنة 2013. قانون السكوك رغم ان هو السكوك يعني مطبقه في كتير من دول العالم حتى التي لا تتبع نظام اسلامي، منها كمان في لندن وفي بورصات عالميه متعدده، لكن وليه تاخر عندنا القانون ده من وجهه نظر حضرتك؟ والله تاخر نتيجه اختلاف برضو بعض الايديولوجيات بتاعت الحكومات المتعاقبه. في حكومات جت في فتره من الفترات قالت لك احنا عايزين قانون سكوك متوافق مع احكام الشريعه، في بعض الحكومات قالت لك لا احنا عايزين قانون سكوك يتماشى مع مناخ الاستثمار العالمي. فهنا الاختلاف تم، هو ده اللي ادى الى تاخير قانون السكوك. النسب لاشخاص صعب مش قانون السكوك الذي يعني يتماشى مع القوانين والمعايير الدوليه، موجود في التعديلات الجديده من قانون سوق المال. هو لغى القانون القديم لان هو حط في القانون الجديد التعديلات اللي مطلوبه في هذا الشان. طيب حضرتك كنت بتقول محتاجين انشاء اتحاد لشركات للاسواق الماليه وقانون السكوك والتاني وبورصه العقود الاجله. تمام، بورصه العقود عفوا. وطبعا رسوم القيد بتاعت الاوراق الماليه برضو حاجات قديمه شويه اتعدلت ببعض القرارات، ولكن لازم المسؤوليه المدنيه والمسؤوليه الجنائيه للعاملين في سوق المال. النهارده سوق قانون سوق المال القديم كان بيحمل كافه المسؤوليات الجنائيه اللي بيعملها اي فرد او اي موظف داخل اي شركه الى المسؤول عن الاداره الفعليه وهو العضو المنتدب. ده طبعا حاجه غير دستوريه، لان الجريمه شخصيه والعقوبه شخصيه. اللي بيرتكب جريمه هو اللي بيحاسب عليها، ما ينفعش ترتكب انت جريمه ولا تحاسب عليها. فقانون سوق المال القديم طبعا اي موظف بيرتكب اي فعل مخالف كانت الشركه والعضو المنتدب هو اللي بيحاسب على هذا الكلام. لا طبعا لازم في تعديل في هذا البند ونبتدي نوصل للفعل الاصلي لاي مخالفه او اي او مخالفه ترقى الى مستوى الجريمه وهو اللي يتحاسب عليها. طب هل يعني مثلا تم مناقشه ده مع الرقابه الماليه لاستصدار يعني القرارات دي؟ في الجمعيه المصريه للاوراق الماليه تم مناقشته فيها، في شعبه الاوراق الماليه داخل الغرفه التجاريه تم مناقشته فيها. بعض ادينا احنا تعديلاتنا كعاملين في سوق المال، ادينا وجهات نظرنا ووصلنا الحمد لله ان مجلس الوزراء وافق على تعديلات قانون سوق المال، وان شاء الله بقى يخش ياخد دوره في مجلس الشعب ان شاء الله. طب مجلس النواب عفوا ان شاء الله. في ظل السيناريو اللي يعني اللي ظهر من اول جلسات الاسبوع من يوم الاحد وحتى اليوم، الهبوط في المؤشرات او التباين او هذا الوضع
من وجهة نظر حضرتك سيناريو بداية جلسات الأسبوع القادم ونصيحة حضرتك للمستثمرين في هذا التوقيت؟ والله بص احنا يعني اللي متوقع ان احنا رايحين 12300 نقطة، ده اتجاه التحليل الفني الغالب على السوق. احنا تقريبا في 12500 في الحدود دي دلوقتي تقريبا. احنا محتاجين احنا تقريبا يعني اكسبكتد ان احنا نوصل 12300 قبل ما نبتدي نطلع نروح 12900 تاني او 13000 نبتدي نشوفها تاني. 12900 13000 ان شاء الله هنشوفها مع موجود محفزه جديده باذن الله احنا اتكلمنا عليها. لو في اي طروحات او اي اضافه جديده في السوق ان شاء الله تؤدي الى مزيد من الايه نزق السوق شويه لفوق يعني تعمل له بوش يعني. ده ممكن يعني ننتظره في الفترة القادمة الأسابيع. هل حضرتك مثلا بتنصح المستثمرين في هذا التوقيت انهم يعني يحافظوا على محافظهم وعلى الأسهم ولا في هذا التوقيت دايما السوق وهو واخد داون ترند يعني السوق هو داخل داون ترند احنا عندنا لازم نسبة لا بأس بها من الكاش داخل كل محافظ يعني محتاجين نسبة لا بأس بها لأن النهاردة علشان نكون مراكز شرائية عند نقط ذات اسعار منخفضه مع لفه السوق وطلعته بنحقق ارباح سريعه نتيجه اول طلوع للسوق. عشان كده بيحصل جني ارباح على طول. بالظبط فطبعا احنا محتاجين طبعا السوق ده كافي يعني المستثمر المحترف عارف طبعا الموضوع ده ان احنا واخدين اترند دايما المحافظ او الحسابات بتبقى مليئه بالاسهم ونسب الكاش بتبقى ضعيفه واحنا واخدين داون ترند طبعا بيبقى فيه نسب كاش كبيرة علشان خاطر لو نقدر نعمل متوسطات الأسهم أو نقدر نكون مراكز شرائية عند أسعار قليلة. تكوين مراكز شرائية يعني بنتمنى لهم تكوين مراكز شرائية وبنتمنى ارتفاع السوق في الوقت يعني أو في الفترة القادمة إن شاء الله مع ظهور المحفزات الجديدة وظهور الطروحات اللي احنا بينتظرها السوق من فترة واللي هي هتؤدي لزيادة معدل السيولة مرة أخرى واللي أيضا يعني بيحتاج لها السوق ووضوح الرؤية فيما يخص ضريبة الدمغة يعني ده عنصر مهم جدا يعني يمكن من السايد افكتس اللي احنا منتظرينها في الفتره الجايه العوامل السلبيه لان النهارده لما بيروح حط فلوس في البنك بياخد عليه 20% ريسك فري بدون ضرائب بدون اي حاجه بتكلمك على الافراد بتكلمك على الافراد مش المؤسسات فطبعا بس يعني بنرجع في الاخر بنقول انه مستثمر البورصه له طبيعه خاصه غير مستثمر القطاع البنكي المصرفي اكيد هو لا يرضى دائما بالربح القليل يعني طبعا اكيد الاستاذ سامح العزب خبير اسئله من مشهور حضرتك جدا على كل التحليلات والتوضيح لحضرتك كل الشكر لكم ايضا مشاهدينا على طيب المتابعه دائما معنا أميل الأقرب إليك تحية.